وللحديث أكثر عن هذه التقلبات ينضم إلي من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. صباح الخير رائد. بداية هل ممكن اعتبار هذه التراجعات هي موجة بيع هلعية ولا موجة تصحيح ضرورية بعد هذا الارتفاع الكبير التي كانت قد حققته هذه العملة في الآونة الأخيرة؟ يعني الأمور نسبية دائما بالنسبة للأسواق سواء كانت المالية أو الوسائل سائل العملات الرقمية. نحن نتحدث عن البيتكوين والعملات الرقمية التي تتصف بالحركة والتذبذب واسع النطاق إجمالا، وبالتالي عملية التصحيح الضعيف اللي نحن شفناه أو القوي اللي نحن شفناه هي من طبيعة تحركات وتقلبات هذه العملات. البيتكوين منذ عام 2020 واجه 4 تصحيحات رئيسية معظمها فوق مستويات ال 16 و 17%، أضعافها كانت 18%، أعلاها كان 30% منذ أن صعدت من مستويات ال 10,000 دولار. إذن هذه هي الطبيعة الضمنية التي تتصف بها حركة البيتكوين على وجه التحديد والعملات الرقمية بشكل عام. نحن نتحدث عن 2 تريليون و100 مليار دولار حجم العملات الرقمية أو الماركت كاب الخاص بالعملات الرقمية حتى الآن، ولا زال يزيد أكثر وأكثر. أكثر من 9,284 عملة رقمية تم ضخها، ولا يزال هناك المزيد من الإصدارات والICOs. إذن نحن نتحدث عن طبيعة مختلفة بعض الشيء عن الأسواق المالية العادية، وبالتالي هذه الطبيعة تتصف بالتذبذب واسع النطاق، صعود حاد في الماركت كاب، ولكننا لا نزال بعيدين جدا عن الأسواق التقليدية نوعا ما من ناحية حجم التداول وأحجام التداول بشكل عام، ولكن يعني مجمعة كعملات رقمية وكإكسشينج ويعني خلينا نقول منصات للتبادل العملات الرقمية أصبحت أكبر بكثير من منصات يعني أو إكسشينج على أرض الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كنيويورك إكسشينج كحجم تداول يومي. عم نتحدث أيضا عن هذا الرقم المهول، 50% منه من يعني حوالي تريليون دولار هي للبيتكوين فقط، وبالتالي الطبيعة التذبذب واسع نطاق العملات الرقمية وارد جدا، والعودة واردة جدا طالما نحن فوق يعني مستويات 46,000 دولار للبيتكوين. طيب رائد، خلينا نحكي شوي عن كيف ممكن للمتداولين أنه اصطياد هذه الفرصة اليوم، يعني في شوية تراجعات ولكن يبقى المسار الصعودي هو المهيمن. هل من فرصة الآن لاصطياد المكاسب على هذه العملات؟ حقيقة يعني نور، إذا اجتمع أكثر من 3 أشخاص يعني يكون حديثهم المشترك العملات الرقمية في الزمن الراهن، نظرا لوجود يعني هذه الارتفاعات الحادة والبامبس اللي عم نحن نشوفها بالأسواق بشكل عام. بالتالي نحن إذا بدنا نتحدث عن الفرصة متى يمكن أن تحدث، يعني عملية الهبوط التي حدثت يوم أمس بنتيجة التويت كانت عن إمكانية أنه يكون في عنا عقوبات من الكونغرس الأمريكي على العملات الرقمية، ولكنها غير دقيقة غير صحيحة ليست صحيحة المصدر، ولكن طبيعة هذه الأسواق نظرا لعدم وجود فاندمنتلز أو أخبار حقيقية تحرك هذه العملات نلاحظ أنه يعني تتفاعل وبسرعة كبيرة. أيضا يوجد هناك عديد من التبريرات للانخفاض الحاد الذي حدث، ولكن الفرصة موجودة لأنه الترند العام الصاعد لا يزال قائم على هذه العملات، ولا تزال الماركت كابس الخاص بها ضعيف نسبيا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى. هناك فرص أيضا على عملات يعني مثل دوجي كوين اللي شفناها ب 700% عملتهم في يوم واحد بالمقارنة مع البيتكوين الذي أخذه عام كامل حتى يحقق 700%. إذن هذه الارتفاعات الحادة التي قد تحدث في الأسواق ممكن تحدث على عملات صغيرة، ويعني دوجي كوين قفز إلى المرتبة 5 أو 4 بالنسبة للعملات الرقمية. إذن يوجد فرص استثمارية على عمل صغيرة. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، أنا أشكرك جزيلا، شكرا على هذه المشاركة.